هذه مبادرة حسنة، ونشكر الإخوان العمال اللي قاموا بهذه المندوبة العشاء هذه. مبادرة خيرية، ونشكر الهلال الأحمر اللي راه واقف عن المبادرة هذه. احنا اخترنا الهلال الاحمر الجزائري بصفته الذراع الانساني للدولة الجزائرية. قمنا بامضاء اتفاقية يوم 4 مارس 2024، من خلالها التزم الاتحاد العام للتجارة والحرفيين الجزائريين بتدعيم كل مطاعم الافطار على المستوى الوطني اللي يقوم بها الهلال الاحمر الجزائري، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد العام للتجارة والحرفيين الجزائريين. احنا كنا قد اعلنا عن كسوة 20,000 يتيم بفضل كذلك الاتحاد العام ووزارة التجارة. سوف نتلقى هبة ب 90,000 قطعة من الملابس اللي حتقدم كذلك للأطفال.